التربية على وسائل الإعلام خصوصا من يستهدفه الإعلام الآن من دور كبير في إيصال المعلومة، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتبقى الفئة المستهدفة هي الأهم لتربيتها على كيفية استقبال الخبر أو المعلومة، ومن جانب آخر في كيفية إيصالها للمعلومة عبر المنصات المتشعبة. أهمية هذه الندوة تكمن في راهنيتها، لأن السؤال الآن المطروح حول الإعلام هو ماذا يحدث بالفعل في الإعلام، ما هي الأوراش التي ينبغي أن نبدأها أو لا ينبغي أن نستأنفها في مجال الإعلام. من جانبي أنا دخلت في مسألة تبدو لي ذات أهمية، وهي التربية على وسائل الإعلام، باعتبار أن هذا الإعلام هو أولا يذهب إلى فئة مستهدفة، وبالتالي هذه الفئة المستهدفة يجب أن نقوم بتربيتها وتحسيسها على وسائل الإعلام. يبقى الدور هنا على عاتق المجلس الوطني للصحافة لتأطير وتطوير من المجال الإعلامي المغربي. عندما نتحدث عن الإعلام فإننا نتحدث عن تطور الإعلام الرقمي العالمي، مجال أصبح يعاني من نزيف الإشاعات والتي تمس بسمعة ومصداقية الخبر ومصدره أيضا. الندوة اليوم طبيعة الحال الموضوع دياله هو الإعلام بالمغرب، ورش مؤجل. نعم، إذا بالنسبة لنا بغينا نبدأ محطة جديدة من أجل الإعداد لورقة تكون دقيقة باش نحطوا فيها المطالب ديالنا كجامعة، ونديروا توصيات اللي غنخرجوا بها من أجل إنهاء هذا الخلل اللي كاين داخل القطاع الإعلام، ومن أجل التهيئة والإعداد لولاية ثانية ديال المجلس الوطني للصحافة، اللي يكون مجلس اللي هو فيه في الخدمة ديال العموم، ويكون القطاع ديالنا خصوصا العالم الرقمي نحاول نطهره أكثر. الكثير من الإصلاحات التي عمد المجلس الوطني للصحافة في سبيل التطوير المستدام على أيدي نخبة من الصحافيين والإعلاميين المغاربة لتشكيل قاعدة إعلامية سليمة للإعلام المغربي بقطاعه العام والخاص أيضا. لاحظنا بأنه المغرب كان شجاع في إطلاق واحد مجموعة من الإصلاحات واللي مست بعدة ميادين، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو قانونية ودستورية أحيانا، ولكن وهذه الإصلاحات يعني في القيمة العامة ديالها هو أنها كانت إصلاحات حققت نوع من النجاح. الإعلام الرقمي السمعي والبصري يعرف الكثير من التطور في الكثير من البلدان المجاورة والعالمية أيضا، والذي يسعى المغرب إلى مجارات تطوير المجال الإعلامي بمثل هذه الورشات والندوات الصحفية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.